السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحوار والصحاب كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. 4 يومين نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا فيديو جديد في نهار جديد. هذا النهار هذا كيف شفتوا ان شاء الله باذن الله معروض عندنا واحد الناس اللي هما عزاز، اللي هما جدي وجداتي، وفي نفس الوقت واحد السيد حتى هو عزيز على قلبنا، محمد راجل اختي نوال. مرحبا بهم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تشوفوا وفاء والوالدة ونوال مولودين ان شاء الله. ان شاء الله غتشوفوا وفاء والوالدة ونوال مولودين القرة في الكوزينة النهار هذا، وغادي نتبعوا معاهم ان شاء الله. نخلي معكم وفاء. السلام عليكم متابعين ديالنا، لاباس عليكم؟ تكونوا بأحسن حال ان شاء الله رب العالمين. شحال ما درناش تقريب بحال هكا حنا بثلاثة، أغلب تيكون أيوب ولا كنكون أنا. المهم تحية لكم كبيرة كبيرة داخل الوطن وخارج الوطن، تابعوا معنا هاد النهار ان شاء الله. غنحطوا في داكشي كاع اللي كنعرفوا كاع الشيوات اللي كنديروا اليوم ان شاء الله. نهار كبير هذا، اجي عندنا خالتي حادة وباق الدور وخويا محمد، مرحبا بهم كاع عندنا لبنا الدار. صراحة الدار نيوة تنور، وتحية لكم كبيرة داخل الوطن كما قلت وخارج الوطن، وشكرا لكم. نقولوا وما نطولوش عليكم دابا خوتي ان شاء الله، دابا باذن الله غادي تمشيو معنا وغادي نبداو الفيديو اللي ني بلاتي بلاتي. الوالدة جات، جات الوالدة. يلاه الوالدة. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، تحيه لكم كاملين، والله يسهل اموركم، الله على درجتكم، والله يحفظكم من كل افات، والله يفرح كل وليه باش تتمنى يا ربي يمين. وهاد العواشر ربي يحقق لها داكشي اللي في الامنيه ديالها ان شاء الله، واللي باغي الوليدات ربي يفرحها بالوليدات، وربي ينجح لكم وليداتكم ويفرحكم مع ازواجكم. ايوا وكل واحد الله يخلي له والديه. هاد النهار جايين والديه ونسيبي ان شاء الله، راه عزيز وغالي ان شاء الله. كل وحده الله يخلي لها نسيبها والله يخلي لها والديها. ايوا هاد النهار يتجمعوا الناس العزاز ان شاء الله يا ربي. تابعوا معنا، عرفتي حنا راه بدينا ايوب عجه. بدينا راه بدينا دابا المشاهدين الكرام بقاو معنا ان شاء الله باش غادي نمشيو دابا وغنشوفوا شنو كيديروا ويلاه معنا. وغادي نبداو دابا ان شاء الله باذن الله مع الوالده. ودا شنو كديري هنايا؟ هذا درت هنايا مخمر. مخمر؟ طحين ديال الشعير وزدت معاه شويه الطحين عادي. وراكو عارفوا الوالدين تيبغيو داكشي بلدي وداكشي طبيعي، قلت لهم ما نديروش داكشي وما تيبغيوش، ما تياكلوش داكشي معمر، دوك لي سوشو وداكشي ما ياكلهم لا الوالد لا الوالده. ما درتي بحق الوالدين وبحق الوالده ضروري. ايوا شنو دابا هذا فيه طحين الشعير ودرت شويه ديال هذا نديرو مخمر مخمر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وغادي ندوزو وغندوزو عند وفاء دابا ديريكتومون. وفاء شنو كديري انت هنايا؟ الحريره شنو كديري؟ الحريره. الحريره وشنو هذا الشيء اللي هنا؟ الشحمه. انت اللي كديري النيت؟ اييه. وهذه هنايا؟ هذه الدوار تاع خالتي فاطمه. كديري هذه كديري الوالده، هذه وفاء وفاء. ودابا رجعنا مع الوالده، الوالده شنو هذا الشيء هنايا؟ هذه اللي حيت من الطحين عطيته لوفاء دير فيه في الحريره، وبقات هذه دقيقه غادي نقرص فيها ذاك المخمر، غادي نقرصو ذاك. بقات التكريصه هذه؟ باش بقات التكريصه واعره. باش الشعير راه صعيب، الشعير شوف شحال تتخرج منه الطحين، وهذه رقيقه والغليظه. شتي شحال تتخرج منه من حاجه؟ شتي خاطر يكون درنا هذيك الغربال، شتي شنو نديرو؟ ها؟ هذا الغربال هذا راه دوزناه. لا لا اخر ماشي هذاك ديال السلك. ابيض؟ هذاك ديال السلك راه هذاك صغير، هذاك اللي دوزها. بصح؟ وندوزو نشوفو ديك الغربال هذا ونجيبو الخاتم الطبيب. دابا شنو بغيتي تخرجي منه؟ حيدو ديك هذه ما نسفتها، الغليظه حتى تنسف. هذه ما تنسفتش، غادي نحيدو. علاش كتنسف بعدا؟ هكا هي تتنسف زعما تتلقى ترد هذاك هذاك الشتم تيمشي لهيه. وتحيدي هذا هو داك ها هو شتي وتحيد تحيد وفاء ها تحيد ها ها وفاء خاص مع الحاله حيل ويلي وجدتي الحيله لا لا دابا خصك ديري لهم انت شي لعيبه كيفاش توجدي الحيله في اقل من ثلاث دقائق. هذه وفاء اللي تحطت ديالها ويلي الحيله داك عارفني هي هي تكيديروها من الصباح يلاه كتوجد مع المغرب. أنا دابا كنعطر الصرعة، لا دابا كنعطر الصرعة، 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 ودا مكلفه بداك الشيء اللي هو طبيعي البقوله عشان والوالدين تيبغيو هذا الشيء، تيبغيو البقوله، تيبغيو المخمر، تيبغيو الحريره، شي حاجه طبيعي، شي طبيعي. الشوا الا كاين شي شوا، الا كاين شي لحم مفور اوكي. الوالدين راه خصك تهلا فيهم ودي لهم داك الشيء. دابا غادي تمشي تجيبهم ان شاء الله الله يعطيك الرضا. منين؟ من كناس. كناس؟ اه انا ما كاينش في الربيه. لا ما كاينش. سير جيبهم لحظه. راهم في البرطمان في مكناس عايشين. شادي البويقه منين خرجت؟ ديك اللي تفوقات خرجت من هنا. يلاه دابا المشاهدين غادي باش نجيب باص ديال ملا. لا 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 لا
شي جاب شويش شي جالك شي ياسين عرفتي مشويش تبارك الله والله الا غزال مشعير مشعير شويه الطحين درت خلاص شي شويه زدت فيه يلا دابا نمشي ان شاء الله باش نمشي نجيبو من مكناس ولا لا وفاء فين وصلتي انت اللي فين وصلتي فين مشيتي حصلتي حصلا ولا مشيت نجيبهم مشيت نجيب الضياف ديالنا يلا جبت با سيدي امي لالا يلا دابا على الطياره ماشي مشكل ماشي مشكل سيبو جيبهم سيبو جيبهم الله يبارك فيك الله يحفظك اختي انا كما كتشوف حنا مازال في الروينه يعني الروينه النيت راه ماشي زعما كتشوفوا الروينه ما سديتش لنا ودابا باش الجميل في الامر هو ان الضياف ديالنا اليوم تيجيو كيدخلوا معنا للكوزينه وكيشوفوا هذه الروينه ما عندناش مكاينش مشكل هادي جد هادي دارهم هادي خديو كسو معاك بالكوزينه قدو نوضو يعاونوك داكشي اللي كاين كلهم ساكن كيما يتعاونوا داكشي اللي كان ساكن وانتم شنو راه وصلنا جات ناديه غير وصلنا يلا عاد وصلنا دابا قالت لهم ناديه عطوني العصير انا السلام عليكم قناه البجا كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعشركم مباركه كما كتشوفوا اليوم شحال زوينه تكون معروضه تجي تلقى كلشي موجود وطحن غير عصير يا شيخه بالعكس سمحينا والله لا لا بالعكس اختي وفاء كيما كتشوفوا حنا ضياف اليوم عند اختي فاطمه وما كاينش بحال صله الرحم وهذا والعائله تجمع في رمضان ولا لا يخطيهم والله يكبر بهم كبروا بينا الله يكبر بكم اخويا ايوب اختي وفاء المتتبعين ديالنا رانا درت واحد القناه سميتها سعيد ناديا فلوغ سعيد ناديا فلوغ سعيد ناديا فلوغ سعيد ناديا فلوغ دخلوا حتى هي راه كدير اليوميات ديالها في الدويره ديالها مع ادم وريان وسعيد شكرا اخويا ايوب لي عطيتك درتي لي عصير الحامض عصير الليم لا لا قلت له غدره قديو الدجاج الله اكبر نولات ما ديرنا العصير بغات تخلينا بلاش لا لا غنعطيو السكر تاي اللي حلو عصير الحامض عصير الليمون ديت العصير الحامض والليمون انا المشاهدين عندي غير ديك حانه اليد ما عنديش هذه عطاوني قالوا لي عصير بديت غير كنعصر ونحرق ما جاتها سهله انا هذه هذه كون عطاوك كان كاسر تاع عصريد البنات تاع عصريد طحن العصير طحن الحامض والليمون وكل شيء ودابا المشاهدين غنوريكم واحد السيد غبر شحال هذه ما شفتوش شكون هو مدة هذه سفيان الوليد كي داير لاباس عليك لاباس الحمد لله كي داير عندك هذا النهار جاي عندك النساب ديالك الحمد لله اللهم جاي عندك النساب ديالك مجيت مرتك ومجيت بنتك دابا الحمد لله كلشي مرحبا به يرحب بك الخير جا مرحبا به يرحب بك الخير تحيه للمشاهدين قناه البجا كنشكركم على التتبع ديالكم الله يبارك فيك وخلاص واحد السيد كتشوفوه غير في الزرود شوفك طاريين كدير لكم ديك البيتزا مالها شوف طاريه بغيتي ندير لها بلاتي شو شو غنوريهم واحد السيد كيحضر غير في الزرود كيحضر غير في الماكله ولا كانت شي زرده ولا كان شي سفر مزيان تفضل اخويا تفضل باش نشوفوا هاد الوجه هذا عرفوا الخير كي غيكون ان شاء الله ماشي اختي وفاء اش كدير ديك البيتزا قلت لها مالك مع ديك البيتزا راه شوف الطاريه انا غادي ندعي لها قبل غبرتي يا زوبيان اخويا غير مع سميتو مع الحياه مع الحياه الحياه كنشريو حنا كنشريو معاه شنو كنتي كدير بهاد الحياه هادي خويا مسرك ليه مع الحياه دابا هكا كدور مع الحياه صالح اش كيدير دارت كدور معاها وقفات كتوقف معاها تعوج كتعوج تتعوج معاها مشينا هاد الساعه عرفتي خبرك طولي تيجي شويه زدت شويه في الطور لا غير كاين شويه ديال السميله لتحت وداك الشيء هذا ما كاين طوال لا طوال شي شويه والله العظيم بالله كتلعب الرياضه انت لا تا السميله لا كيلعب الرياضه كيلعب الرياضه كيعطي الناس قتله رياضه الناموسيه تكيه جبال كان اخويا شحال وانت مجبد زوين دابا اخويا شي 8 شهور و15 يوم بحالك تقريبا وانت غير مجبد المهم حسبوا معنا وكانوا بنادم يشرب ما يفتحوش الباب لا والله شوفوا نادي عندها قصه مع سميله دق عليه بغات تشكي عليهم دابا كيفاش عرفتي قلت لك اللي مشى عنده ودق عليه في الباب بغيتي شي حاجه والله ما يحل لك الباب واخا تعيا ما تدقش دابا انا مغصفه عليه بغيت جاي غير اللي جاي تدخل راه خاص ورقه وتجي من العماله وتكاشي الباب غيجي يحل الباب هذه سالي حتى نوض على خاطري ونخرج وما يدق عليا احد نخرج عاد تكلمي معايا المدير هذا هو المدير رمضان رمضان خاص بنادم شيني خاص راحت البال خاص هذا ما كان واش قالت لاله وفاء هنايا اش قلتي؟ راك غدا ديتي الدجاجات تبارك الله ايوب انا راه ديت وعرفت اش ديت الزين والحداقه وكلشي الله يخليها ليا والله يطول ليا في عمرها يا رب وفاء غير اللي قال فيها شي كلمه زوينه كتجي تعلقوا والله ما مجامله ولا عمرها على الاخلاق ولا التربيه الصراحه ولا الحداقه ولا كلشي شنو اختاريتي؟ انا لقيت هذه سهله بديت غير كنعصر ونحرق جاتني سهله خلاص ما تعذبتيش بعدا؟ لا شتي سمحي لنا والله انتم وفاء راه ما كاين خير شلط 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 دقيقه عرفتي دابا فين غديهم دابا غادي نمشي عند الوالده شوف 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 دقيقه والله لا خطيره انت شوف البيتزا بحال هذه داروا لنا حكه في حيره
صح والله الا بحالها غير طرقونا منها ماشي درنا بيتزا غير طرقونا منها شويه زعما ما شبعتوش في القهوه انا ما شبعتش في القهوه سوليني دابا دخلنا عليك بالله ها انت كيجيبولك طريف بحال هذا بحال هكا كيجيبوك طريف واحد اللعيبه هو سي يضرب بيتزا بوحده بيتزا بوحدي كنضرب واحد 5 ولا 7 ديال الطروف وما يجيب لي طرف قال اه يلاه مشكله مشكله صافي خاصهم يعوضوك والله العظيم خصنا تعوض خاصك تدفع طالب صافي نجيو الطالب عرفتوا سبق جنت مع ريان جا هكا تو فرح 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 راه قاصين كيلعبوا برا ما بغاوش كاع يدخلوا للداخل ما يدخلوش هو كيحماق على ادم كي جاوك سفيان هادو دارتهم اختي نوال هادو برجر ديال مستر سلطع برجر ديال مستر سلطع هما معروفين فيهم هادي الطماطيشه سوري هذاك الشيء ناضي شي يدخل للفران هذا الشيء غادي يدخل للمعرف فين لا صافي شي يدخلهم يسولوا فيه كيبقى لا سعداتكم كول 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 اولدي كول 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 اه واحد القصيده ديال سميتو الهلاوات الله يرحمه قال كولي رمضان طبيله كولي رمضان علاش تصومي تيا باقا صغيره وذنوب كان اللي يمكن الله هلاوات الله يرحمهم الله يرحمه خاطر امشي عند الوالده قول الوالده اش كديري هنايا انا تنزل لك القطيبات ها ما كاين غير تبارك الله شنشين شنشين تبارك الله عليك الوالده عرفتي هذا النهار ما خليتو ما درتو ايوا ضروري الوالدين راه ضروري دير اي حاجه الله يخلي الوالدين امين يا ربي وبغينا نشوفو نوال شنو درت لنا هذا النهار نوال داكشي شتي درتو كلشي خبعتو لا برعاك مفاجاه لا وجه رجله بغا داكشي تعطي تجي رجله ما تبين له الحداقه تبارك الله حاجه عندي ما يتسال دابا شوف دابا عرفتي نوال نوال دابا جاي رجله غادي يديها ماشي غادي يديها من دابا واني قريب غادي يديها ما كانش حاجه زوينه دابا المشكل شنو غنفتقدوا غنفتقدوا هو دوك الحلاوي ديال الكريم كاين هما هي كاع ما غاتجيو حشوه لا لا كنضحك معاك لا لا الله لا غاتجيو حشوه لا لا غادي نتوحشوها والله العظيم حتى هي شوف فيها واحد لومبيونس وكتخلي بلاصتها وكتربونها معنا وكدير كلشي نوال كتخلق واحد الجو كتخلق واحد الجو حتى انا ما لقيتش ما تخلق والو كتشبكها كتخلق واحد الجو ديال البيبانه والله مش هي كتشبكها غير انا وياه غير انا وياه المهم بنادم مره كنروجو شنو ما كاين ما يدار عادي الخوت الملال بقى حنا ديما كازين وكاين بخير وعلى خير ضروري كبيره منك ضروري كبيره منك باش يعرفونا والو نادية راه مفاهمين بزاف علاش لان كبرنا كبروا في دار وحده بحال خواتات نادية انا ما تنحسبهاش خالتي وصافي كنحسبها اختي انا ويا واحد العلاقه قريبه بزاف انا ويا كنهضر معاها وتعاود لي ونعاود لها الحمد لله لان نادية عاشت معنا في بام تقريبا شحال الوقت نادية صغيره شي سبع سنين شي سبع سنين وهي معنا واحد اللي ما بقيتش كنشك تنقولوا هذه اختي ما ماديرينهاش ليا ولا جات ليا الدراري صغار ما تقدرش تجلس بلا بيا وانت ما كنتو صغار كتجي تديني سبحان الله كنعوم نساء ونعاونها وكل شيء فاطمه راه فيها الام ديالي فيها اختي فيها كل شيء اي والله يخليكم بطيخ على خطا هي والحاج والله يطول عمرهم يا ربي وبشي حجه ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين وسي سفيان ان شاء الله فوقاش تمشي انت للحج خويا ان شاء الله الحج قريب ان شاء الله حتى القمع نمشي ضروري اخي كيخص الرفيق ياك دابا انت واش باغي الرفيق ولا الرفيقه الرفقه الرفقه الزو ولا الرفقه ان شاء الله الرحمن الرحيم تلقاو الرافع رشيد رافع حمزه سي حمزه ضرب دراش وجا حاضر ناظر جا حاضر ناظر لي حمزه شتي ماش هذا النهار واش واكل شويه ولا شي شغيمه هاد الماء والو في العائله هذاك الكبير اللي دار شرب تير نيشا هذاك ماش مع 11 واحد الطبسيل فين راه يا اخي هذاك فيه الطبسيل فين راه شوفي انت فين راه يعلم الله فين ولكن شي واف هذا هو الجو رمضان روينا وكدا شي شي يجري شي واكل وحنا جالسين هنا وكنهضروا معاكم وخالقينها دابا شتي شنديروا دابا حنا غنطيب لا ما بلا والو نوال كتعاود تستافدي البيتزا فين هو داكشي نوال اللي درتي انت راه هو ليا هادو صايبات اختي وفاء و تنسى نوال باش تعرف راسي خصها العين تاكل راه ما تقدر واخا تحط لك داكشي خصها تمشي للعين هي الاولى تاكل عاد ياك اختي نوال نعاود على الوفاء قد على غيرك شي جي داكشي اونتيك عاوتاني هادوك الاخرين نحطوهم في شي حاجه وبالنسبه للطبله شكون غادي يصف الطبله وفاء نتوما ويلي على حنا نتوما درتو 90% حنا نديرو ديك 10%
انت شنو غاد باش تكلف انت سويا فهاد تكلف انا بالبرغر غادي نمشي غناكلهم غنقدهم قدامي باش تشوفو قدامي باش يجيو لي قراض هاد اللي كيش كاع هادو مالي كيش ياك كاع ما وريتونا هادو ايوا مشيتي فين كنتي نتايا راه قلنا لك وفاء مشينا نجيبو بها ايوا تنعاودو وكاع دابا كتقولي كنت فيك تيتي فين مشيتي ايوا دلاتي شنو حيت مشى الوقت داكشي باش ها انت الا مشى الوقت ردوه ردوه خويا راه خاصك تردو بزاف د الحوايج نردو بزاف ديال الحوايج شحال تحرقات سمعناش هذا تحرقات واش هي شنو تحرق واش حرقت الماكينه دخلنا شنو قلت لك قبيله شنو قلت لك قبيله قلت لها ناديه بعدي عليها عينك شويه هذيك الماكينه واش قلتها لك ولا والله العظيم لقيت والله لا لا حنينه حنينه بنينه قول ما انا ضيفه هادي لا 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 شي حرقه ما كاين ب 20000 ريال غير تجيبي يلا توصل لك قلت انا زوينه دايره منين شريتوها منين ضمنتيها شي اكثر شي نعمل جوج لا مشات مشات الماكينه مشات الخوت غير جمعوا لنا فلوس الماكينه المهم اللي عزيز عليه ناديه وبقى راه تقيل تغسل الماء والله ما تشكوا خايبه تمشي عندو تحكي له شي حاجه خايبه لا عادي لا 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 بالعكس والله لا عادي على شي انا بعدا مني غنتعامل معاك الماء على دابا نطيح دابا نطيح دابا شي انا ديال اختي دابا المرض راه بحال بنادم راه بحال عادي وصلت الاجل ديالها يقدر حتى يقدر تبرد وتخدم لا لا خاص دخلت سيري الماكينه شفتو تبيع الشبي لا لا هانيه هانيه ما كاينش مشكل عادي 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 هادشي تيوقع عادي جمعوا لنا ديال درهم درهم نديروا نجيبوا شي انا ديال والله العظيم ما فدا شي فيها ما يسمع انا ماشي مول الماكينه وبقى شي ها انا ملي كنقش لا والو تيكون خوت ساك على راسك الماكينه كنسميش ما ماشي مشكل شي غادي يدير وكملي دوك لي مرات اللي بقاو شي لعبه ديك فاني شي كاس شي حاجه عاوني واحد الطريقه اللي ما عندوش عصاره ديال الليمون عاري لي شي كاس شي كاس دابا جيبو الكاس والله الا شي كاس وانا تقلبيه وديري شي لعيبه وتعصري فيه فهمتي البلان كيفاش الكاس مقلوب اييه راه هو الكاس راه عطانا لالا شي بانيو بحال هذا يكون خاوي شويه نبقاو هنا نعصرو في بانيو خاوي ما غيعمر داك البانيو اللوجيك ما كاينش ولكن خصك تسيد معاه لا عرف غير انت فينا غادي نرو لهم قالك المهم تديرو بحال هكا واش عندكم شي وحده اخرى ولا بحال هكا تبقى تعصر والله الا خدامات فيك مزيانه ما خدماتلوش شي تعيبي واش ممكن كطحنوا الكميه لا اظن باش كنطحن ديك الكميه انا ديال مشاش بغا نبقى طحن الليمون ديالك العام وديال العام الجاي انت قولي لي انا حتى زعما بغيت تبرد عليا تقول لي راه ماما فين سنطحن هاد الكميه لا لا ما لا لا هادي جات الماكينه ساهله عجباتها بقات هاني 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 كاين واحد اخر عندنا واحد اخر كاينه عندنا واحد اخر عندنا واحد اخر كاين واحد جيبيها سي الحرقه جيبيها جيبيها راه ناديه حتى في هادشي الحرير جيب لها شي ماكينه غاليه بعدا باش تقيد باش تجيب لا ولا لا عاد تبين نجيني هنا ولا تبان لك جابت الساطورات والله ما طحني اختي دبلك بلاش بلاش اختي غير لا لا والله لا عادي كاع ما ديري في بالك والله ما عادي والله بلا ما ديري في بالك قلتي اسمي والخوت هنا عاد شنا الزوار طحنا شي 5 كيلو د الليمون ولا 6 فيها وتا قلبنا لقيناها عاد تشعل بالعافيه سخنات بزاف شي ربعه الليمونات شوف شحال ديال الليمون راه هو في الجبره ولي طحنات ولكن ماشي مشكل دابا تعوضها لكم ان شاء الله بشي حاجه لا 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 بالعكس ناديه ما كاينش مشكل عادي عادي هادشي تيوقع حتى هضره عاد تحرقت لنا واحد الماكينه وديك كانت غير سخنات ولا تخدمات عادي ناديه هادشي تيوقع ماشي مشكل كنضحكوا معنا بنادم دابا غنكمليهم بيديك وصافي هذا هو اللي غادي المهم حنا راه ما عندناش مشكل في الماكينه عندنا في المشكل في العصير خصنا نشربوا في الفطور والله العظيم وا نتوما الواد كيما كتشوفوا الشوايه هنايا وخلاص با سيدي راه هو بجانب الشوايه فيما تكون الشوايه والدخان عرفوا با سيدي راه فوق الدخان غتبقاو فوق الدخان ما بايش غير هي تغيب هذا القليب هذو القلوبه هذو القلوبه تبارك الله هذيك بدا شاطنا درناه هنايا شاطنا الواد خلاص داكشي عندها الواد ركينه ديال داكشي ديال الكلاص وجبنا داكشي بشويه ما بقات يابسه هذه الحريره الحريره ما دير يدك انا دير يدك عندي ولات كتخاف راك عمرك عاود ما يعاود هاي دير يدك واخا توركي غير هذيك الصطاح العظيم هاي دير يدك انت دابا مالك خايبه هي
الله تحرك زعما ماشي تجمعوا عليك جوج يلا تخلصي دابا مع دايرين عليا العين يلاه سير يلا ديال مازال كتقولنا ودي راه ديك الماكينه كتب عليا راه عفنا كتب عليا واش داك داك شي حاجه قالت لي زعما راه دارت قلت لها كتب عليا انا اللي قلتها لها عادي تحد لها العمر الله العظيم راه كاينه واحده اخرى زوينه عاد هذيك اللي غاليه ما بغيناش نجبدوها ثقيله ديك الخضراء لا هذيك الخضراء هذيك هذيك مجهده ديال الكلابات هذيك اللي كتكون في الاخر في دائما خص منها زعما راه كتعصر بها زعما عادي ماشي وراه شناك كتعصري بها عادي هذه راه شناك انت كتعصري بها عادي وبخير راه الماكينه سخنت وتحركت ماشي انت اللي حركتيها جاب ايوب من جوميا وماشي شي ماركه قلنا زعما كنت انا قلت لايوب يا باش خديتيها دابا شحال؟ ها؟ شحال باش خديتي؟ ماشي خلاص شحال هذه شحال هذه قديم الودرة مازال كتشوي هنا شوش شوف دير شحال الدخان شوش شوش ويلي ويلي ويش هذا الشيء هذا؟ عباد الله صاحب المشابكة فينا العافية من برا وفاء رام غادا دي جيتس ديال العصير عندهم هاي داك الشيء كيجي ميزان داك الشيء كيجي اونتيكا شنو هي؟ سير ميزير سير ميزير سير ميزير سير ميزير سير تجي يلا دابا الاخوان الاخوات سوفين شنو كتسنى دابا انت شنو زعما مشهي في هذا الشيء اللي شت ها هذا الشيء اللي شتي كام كنتسنى لحظه النقيضه لحظه الافتراس تحريره ديال رمضان ماشي ديال العيد ها ديال رمضان ديال زعني ديال العيد هذاك اخويا اللي كنساين هو على البيتزا نسيت ان شاء الله الرحمن الرحيم البيتزا وادعيو معنا ندعيو معك هادشي تجاهد في سبيل الله دعيو معنا حمزه انت شنو كتسيب الفطور داكشي اللي يحطو لنا داكشي اللي يحطو لنا غنى حمزه تيدير راسه دابا حشو مع زيد حمزه هذا راه كتشوفو معنا حمزه هذا والله ما كان سميتو في الفطور ما ياكل كتا راه قال لك اللي كان خلينا اختي حمزه شاي يا سيدنا شكون جيني يا دابا نصرا كنقول زيد الفطور بحال ما كان الفطور هنايا خفي بالله صافي سديتو ايوا تفضل ان شاء الله نمشيو اسيدي غير يخرج ايوب تقول اسيدي تا العيله اجي فين غادي لا 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 وفاء ما وفاء انا عارفها زوجتي والله ما تخليني بالله الله يرحمك والله ما تخليني غير غتصدرني كيما قال هذا ماشي غتخليك نمشي معاك وفاء خاص تخرج تقول له غادي ماشي ما غنخليكش نمشي انا وياك انا ما غنخليهش ولا ني رجلي برجليه ها انتما كنا كتشوفوا غير مع رمضان كره وفاء مالك ماكي تشيتو 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 جاي صافي انا بغيتو 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 هاكا دابا لا شويتو بكري عطيني دخلتي لنا الدخان هنا دابا خرج دابا خرج بوفكران والله الا بوفكران بوفكران اللي ما عرفوش بوفكران اللي ما عرفوش راه يشوفو يقول العافية سعلابي والله العظيم الا طحتي بشي هليكوبتر من الفوق تقول راه شافها في العافية واه هي هذيك تهبط تضرب شي شويه وطلع لك الا كنت ما عمرنيش شد بابا في الكوزينه حتى عندنا هاد المره هذه حتى اول نظره لكم في الدخان راه هو فا كتبان ليه في مور الضبابه بالكم والله الا الضبابة بالله اجي عتقوا دخو زعما على هذا الويله راه كلشي دابا يتجمع ان شاء الله عيط واحد المره المغرب غيا تجمع هذا الشيء ان شاء الله تعاونوا معنا تعاونوا معنا شوفوا الاجواء الرمضانيه الوالده ومولين الطرف فرحانين بمولي الله وبو سيدي وغيجلسوهم في الصالون الجديد لاول مره غنفطروا حنا فيه ايوا تبارك الله عليكم الله عليهم الله يخليهم صحتهم ورانا نورونا الدار مرحبا بهم يا ربي امين وكما كتشوفوا دات هذا الفيديو تحمد حتى غير نتوسط ما درتوش كبير شتو غير صغير درتهم وحطوهم هنا في الجنب حتى غادي يكون الطبق الرئيسي هذا الطبق الرئيسي غادي يجي في الوسط وانا صراحه دابا كنشكر ما تكفيناش الطبله لا الطبله ما كافياكمش باش نقول لك شنو اللي كاين اه صافي طبله واحده اخرى نديروها هنايا قلبش لا باقيش ما كافياش خلاص خصنا ضروري ندبر شي طبله واحده اخرى ولا شي حاجه باش عاد نحط فيها عاوتاني لي همبرغر صغيرين حلوين وفنين وانتم كما كتشوفوا تبارك الله مازال الاحصائيات والطلبات فيكم ولا كما قالت لنا وركون درنا طبيصلات صغار كل واحد بيضه ديالو وتميره وشبكيه يجيو زوينين هكا وينين نحطوا الطبيصلات اللي بغى شي حاجه يهزها مازال الزلايف والطبيصلات ديال السبيره الزرقاء دابا الطبلات والو الصراحه دابا انا هو داكشي درتي انت فين هو مازال واحد الحاجه اخرى احنا كنس لو قالت لهم صافي غيسيرو غيسيرو كيسان اللي معمرين الطبله الكيسان قوت كيسان معمرين الطبله ها
ها القليه ها معروفين حنا اليوتيوبرز وين كلشي طايب لا كلشي طايب الصراحه كلشي لا والو صافي خليه انا والو حط الطباصل هكا حطيهم هنايا وكل واحد ديك الساعه كيبغى شي حاجه يديرها ها انتم اخوتي هاي 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 حنا على الذهوبات والبراسلي والخواتم الراجل وما يدير زعما دابا نتوما دابا حتى وافقنا فاش كتوجد عليا بحال هكا زعما فاش كنمشي لدارهم كتكون بحال هكا كتوجد وكذا ضروري المره كتعطي قيمه لراجلها راجلها راجل تيكون راجل هو كلشي الصراحه الله حتى هو مسكين مع الخدمه ومع تماره وشحال هو غايب الله 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 على الحنان ضروري نتهلاو فيه وحاولين على لي سيليبرات لي سيليباتير مساكين طبيعي الصلاه جاو زوينين البنات ياك بعدا احسن من هادو هادوك احسن هادوك درت احسن انزيد مش هديش حتى البلاصه بزاف اه مش هديش بلاصه وين نديرو البيض في هذا الصراحه زوينين اقول قلت لنا شوف وين نديرو البيض في هذا هادو زوينين الساعه اللي دير لنا البيض في هذا بنا حنا حطيهم البيض هكا بيضه بيضه اه يجيو زوينين ها ديري ديري بيضه بيضه تحطو هنايا البيض انا قلت لها البراسلي ديال الذهب والخاتم وكذا ومهليه في الحاله ومسكتي على القضيه انا هو اليوم راه قولي الراجل فيها ان والله يخليكم لبعضياتكم يا ربي امين امين اخويا الله يسهل وتا هو اليوم ان شاء الله راه غادي يفطر معنا يفطر مع باسل الله يعزيزو غالي الله يسهل عليه والله يخرج سيرفيسو على خير امين والله يسهل على كل وليه وعلى كل ولد وعلى كل شابه وشاب امين الله يسهل عليكم كاملين وفرحكم باش تتمناو وليداتي امين راه خدام مسكينه قالت كدعي معايا خالتي فاطمه الله يسهل عليك بنتي بالجوز الصالح والله والله يسهل عليك باللي فيها الخير يا ربي امين يا ربي مع داوود كتقول لي الجوز يفرحكم كاملين الله يفرحكم في حياتكم ويفرحكم مع زواجكم امين يا رب العالمين انتما كما كتشوفونا هو المختصه فهادو كدير لنا الزيوه فين هو داكشي اللي درتي ضرني راسي ميلاه دابا نجيب هذيك الحلوه دابا نجيب هذيك ما شفتيهاش مع المشاهدين وشوفوا البنات والله الا لا بغيت نشاركها معكم وكنعيط ليه في التليفون واخا انا جاي واخا مشيت نجيبو من المكناس راه مشيت نجيب باسيدي ام ليلى من المكناس انا جاي المهم ما تخليولوش التعليق راه هو اللي ما صورها لكم والله المشيت نجيب باسيدي ام ليلى من المكناس ما كان عندي كندير وانتم كما كتشوفوا وفاء جابت العصير هنايا وي القضيه عندكم وفاء ها شابكه اييه دابا نديرو السلفان باش ما ياك ما تحلمت حتى شي حاجه خاطر مازال شويه المغرب مازال ما غاديش يود هكا كندير اش مازال راه قالوا والو اييه واحد شويه غادي مشى طحشي دبانه ولا شنو موسى والله ما هكا باش باش يبقاو هكا دايرين مزيانين مزيانين ها شتي برافو مازال طبله واحد اخرى عاوتاني واو 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 الحرب العالمية الثالثة هذي صح توح لا هذا النهار هذا لا ما لقيتوش الشوشر ايوا شوية صح الحديثة وجدات فهمتوا باش واخا دابا باش يعرفوا المشاهدين راه حنا المغاربة راه هكا دايرين اللي يشربها يموت واللي ما يشربهاش يموت المهم هي تلاش نشربها إلا غنموت ايوا لا بدا بالموت زين عرفتي فيها غزالة ودرناها في الطحين ديال الشعير دابا باش نكونوا واضحين باش يفهموا المشاهدين ايوا درنا في واحد الشيوة في الطويجنات اختي دابا حنا كمغاربه باش نشرح واحد القضيه حنا كمغاربه راه فاش كيجي عندك الضيف راه ضروري كتفرح به ضروري تكرمو ضروري الوالدين راه فاش تيكون واخا ما تيكونش عندك كاع بتاتا ما تيكونش عندك وكيجي عندك الضيف وكتكلف وتسلف باش تفرحو هادشي كامل ها اللي زوين جا جا اللهم بارك انت زوينه الله بارك شنو قلتي كتك زعما كنكرمو الضيف واني انت غادي نكرموك انت المغاربه المغاربه معروفين باكرام الضيف الصراحه الله يكرمك كلشي هاكا فين ما مشيتو اي قلت لك فالطبله هذه الشيء هذه اللي جاوا علينا فاطمه هذاك الشيء هذا داك الشيء طبيعي لا يا الشعير اصلا صنخم ديال الطحين ديال الشعير صح حنا درنا فيها طحين الشعير ما درناش فيها الطحين العادي مزيان 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 دابا عيطوا لي على الضيافه يدخلوا تكلف لي شنو انا طيف ولا جاي ولا عاد انت موضع ها انت موضع عارف اللي كاين الله يرحم والديك فهمتي انت ماشي ضيف انت انا هو مول العصير واش لاحظتي فيه طول ولا ما لاحظتيش احمد شويه ها لا صاحبي راه تجبد السيد راه عجيب قوت ما كيبقى مجبد قوت ما كيبقى مجبد تجبد الله يحفظك هي هادي اللي بغى يزيد يطوالي ولو هذا قالت لي نحل الطويجنات قالك كيدير لنا شي مفاجاه هنايا نبدا من هذا هي الله 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 يعطيك شنو هادشي هذا عندنا قاعده تنخطو الضيف طول الخارج قاعده نعلبوها قاعدين غنصدعك مع منيات هذيك فيها نديرو فيهم التقليه تقليه ودابا الوالده والوالد قال خليها عندكم البرد هنا قالك جاو البرد قالوا لي بلاتي راه غادي تجمد تحطيها تجمد دابا هي والشوا دابا تجيبيها وتحطيها في الطاجين باش تقي وهذه اللي درتنا اول من الصباح وانا كنسينوها يلاه عاد شتها ثاني عاد شت سيفتها ما قلتش درتي لنا كحله هذه فيها طبقه ديال الكيكه بهرنيس وطبقه ديال الفلون ديال اللوز والقرقاع وهرنيس
والطبقه الفوقانيه ديال دانيت و10 ديال الشوكولاتات. الله اكبر وصافي. الله اكبر ود حطينا داكشي نبداو به دابا نقول لهم داكشي كيداير. الوالده اش هادشي عاوتاني هنايا؟ دابا هنايا الشواء والخضره. فهمتي على الشواء والخضره؟ ها هي الخضره ديالي. الخضره فورتها درت عليها شويه المعدنوس شويه درت فيها الملحه خلاص كان شويه الكمون شويه الزيت البلديه. المهم انا مشيت وصطيتها هنايا. ها صفيتها طيبه ان شاء الله. دابا كلشي طايب صافي كلشي يجي. دابا هادو بغاو حتى التالي يجي كلشي سخون. غنقص نسينكم مما جيتو. فين حطيت انا هادو؟ هادو انا ما نقطعهم هادو غادي ندوروهم عليهم حطيهم تما غندوروهم عليهم. هذا خلاص غير القلب وداك الكبده بلا شحمه اللي بغاها. دابا الكبده بلا شحمه خليتها ديروها ديك الصينيه حيديها فوق الصندريه. الصندريه هذيك الصندريه حيديها فوق الصندريه حيديها فوق الصينيه باش تحط الصينيه فوق الصندري. هادو ديروهم تما دابا. الله الحمد لله. دختو دختو دختو. ها انتم كما كتشوفوا ها هو مكمد مكمد مكمد. كيفاش درتي لهم هذا؟ واعر كيفاش درتي لهم؟ اه باقي لو عيني تشوفي ندير شوف الزكاه تاخذ الزكاه تاخذ نميلو بحال اللي درنا هذاك. لا 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 ولي 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 لا نسق نسق اخواتي والله الا نسق هادشي هاد. شوفي شوفي ويلك انت تيك وي تيك وي والله داك الفرا ما خدمتش ما خدمتش معاك. لا لا والله لصق ليها انت لصق لي اخواتي صراحه. ياك ود نعطينا ندقوا شي شويه من الشيء غادي هذا القرمال عرفتي كي داير شو انا بقى لي في يدي شو مصلاه انا ما عرفتش ما كي داير هادشي ديال يدي كاع. عرفتي الله يعطيك الخير شي الله يعطيك الخير يا بنت الخير الله يقوي عليك الخير يا بنت الخير. حركتينا بنت الخير حركتينا يا يا متتسرط شوطني. او انتم كما كتشوفوا هذا هو الشوا الطبق الاخير. راه قلت لك وفاء بلاصتو ما كايناش لا تزكى تجرجر. اه خاطر عاد بغات دير طبسيل كبير ترى ما غاديش يجي في طبسيل كبير بلاصتو ما كايناش. والمشاهدين ديالنا الكرام الحب والصحاب كما كتشوفوا راه كلشي دكدك مشاعية والعيالات صافي كلشي وفاء طلعات نعسات ناول كلشي مشى تكا بحال هادو بقينا غير انا وسفيان غادي نجهدوا في الحوار وغنجهدوا في هذا الحوار ان شاء الله باذن الله. وتا لهنا اخوتي غادي نقول لكم بالسلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله خويا الوصفه دراي ورينا الوصفه صافي صافي راك ناضي راك ناضي كتقلبوا حيت شفتوا صافي بغيت نقص شحال من واحد شي تقلاوش. لا هذا قلبوك كما كيشوف عندك فين يتزغر. لا لا خدام خدام. اه نتوما شي حاجه الرايب ديال الوالده داك الشيء كارونتي على حسابي. المهم خوتي وخواتاتي انا غادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم في فيديو اخر ان شاء الله.